بعد إحكامه السيطرة على منطقة الكليات العسكرية جنوب حلب، نفذ سلاح الجو السوري اليوم غارات مركزة على تجمعات وتحصينات المسلحين في الريفين الجنوبي والشمالي لمدينة حلب، وسادفت الغارات تجمعات المسلحين في خان طومان ومعرات بريف حلب الجنوبي وفي الراموسة جنوب حلب، ما أسفر عن تدمير مدرعات وآليات للمسلحين. كما طالت الغارات تجمعات المسلحين في كفر حمراء وحريتان بالريف الشمالي للمدينة، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للجماعات المسلحة هناك.